قبل ما نبلش الفقرة بدي أخبركم أنه هاي الحلقة استثنائية بمناسبة خطاب السيد الرئيس. لما صعد سيادته للسيرك قصدي المنصة، الكل توقع أنه رح يعني يلقي خطاب النصر، لكن إحنا ببرنامجنا قضينا سنة 2018 كلها عم نحكي عن انتصارات السيد الرئيس. نحن خطنا انتصر طبعاً في عام 2018 عام الانتصار السوري بامتياز. بالنسبة لسوريا سنة عودة الحق والانتصار. سوريا الأسد انتصرت، والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد قد زأر. ما عاد في أزمة، خلصت فهموا يا عالم، خلصت. يعني عام 2018 هو عام الانتصارات، والسيد الرئيس هلأ عم يخطب 2019، أكيد بيكون أخذ وقت منيح ليحضر لخطاب الانتصار. علينا أولاً أن لا نعتقد خطأً كما يحصل أو كما حصل خلال العام الماضي، نعتقد بأن الحرب انتهت. وأقول هذا الكلام ليس فقط للمواطن، أيضاً للمسؤول. بعض المسؤولين نحن نحب بطبعنا أحياناً العنتريات، نتحدث وكأنه لا يوجد مشكلة، وكأن الحرب أصبحت شيء من الماضي، ولدينا هذه الحالة الحالمة الرومانسية أحياناً بأننا انتصرنا. لا، الحرب لم تنتهي، ما زلنا نخوض أربعة أنواع من الحروب. لك الحرب لم تضع أوزارها، سمعتوا؟ الحرب لم تنتهي، هيك عم يقول سيادته. إذا واحد فيكم بيرجع بيجيب سيرة الانتصارات بدي إلحش خطاب السيد الرئيس بوشه. لا، الحرب لم تنتهي، سمعتوا؟ بطلونا يا بقى هاي العنتريات والعواطف المهترية. بأننا انتصرنا خلاص بقى يا سيدي، لم تنتهي الحرب بعد، ويا ريت وقفت على هيك، يا ريت وقفت على هيك. الحرب ولادة كسرت بالانشطار وجابت أربع حروب. فإذا نحن نخوض أربع حروب عسكرية، أو نحن نخوض أربع حروب، الأولى عسكرية، الثانية هي حرب الحصار، الحرب الثالثة هي حرب الإنترنت والمواقع الاجتماعية، الحرب الرابعة هي حرب الفاسدين المتضررين، وهي أيضا تعتمد على الإنترنت. أربع حروب صار عندك، أم نخلي لك ياهم هيك يكبروا ويتربوا بعزك ودلالك، شو سميتهم للمحروسات؟ بالأولى عسكرية، حرب عسكرية، إيه هاي اللي حضانت أعطيتها لروسيا وإيران، شو كمان؟ حرب الحصار، حلوة هاي، بس هاي أنت جبتها، بس الشعب هو اللي مبلش فيها. والثالثة حرب الإنترنت، هاي حط لي إياها على طرف، نحكي فيها بعدين. آخر حرب، حرب الفاسدين المتضررين، كمان هي بتعتمد على الانترنت. شباب سياتو بيلعب ببجي شي؟ ما بيلعب؟ لكن شو قصده بحرب الانترنت؟ بس والله شكله الانترنت والسوشيال ميديا كتير مضايقينك سيادتك، يعني من أصل أربع حروب عندك حربين انترنت مواقع تواصل. نحن الآن أمام ما يسمى الجيل الرابع لحروب الانترنت. حروب الجيل الرابع عم يتحدث فيها الرئيس بشار الأسد. هلا سيد الرئيس حكى على كلمة كتير جميلة، هي حروب الجيل الرابع. الجيل الرابع المتقدم أو الجيل الرابع من الحروب. حروب الجيل الرابع الآن تستغل المنطقة الرمادية في عدم وجود شفافية في دولة ما. الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم أو التفكيك الساخن أو ما يسمى بحروب التكلفة الصفرية. بيقول لك سيادته خلص خطابه من هون، نزل إصدار جديد للحروب من هون، حروب الفورجي بلس. لا سيادتك أنت متأكد إنه الجيل الرابع هذا للحروب مو للموبايلات؟ لأنه من يومين نزل إصدار جديد للسامسونج. هلا هذا الفورجي نوع شبكات ولا حروب؟ أنا بعرف في دول المؤامرة تطورت الشبكات صارت 5G. إصدار قديم؟ شو يعني؟ سيادته ما عمل أبديت للخطاب تبعه؟ نحن نعلم بأن هناك الكثير من الحسابات الوهمية، ولكن في الحقيقة هي مواقع خارجية، والتي تعود حقيقة إلى عملاء في الاستخبارات وتدار مباشرة من قبل أقبية المخابرات العالمية. بعد أن تكتسب ثقة المواطنين تبدأ بدس المعلومات الأمنية، ونحن نعيش الآن مرحلة إشاعات أمنية، عمليات خطف، وهي ظاهرها حق يراد به الباطل، يعني ظاهرها بأن تتعاطف مع المشاكل التي يعانيها الشعب السوري ولهم أذرع في داخل سوريا. يعني أنت شخص في دبي يكتب مثلا ويتباكى ويذهب إلى هناك، من استغل هذا الأمر ليزيد، يعني كما يقال صب المزيد من الزيت على النار، فيدخلون ويفاعلون الموضوع ويكتب. شو هاد الدولة كلها مخترقة، بشوف شو أخذوكم على غفلة، مين خورفكم؟ هذا خطفكم خلفاً وضربكم بمقلاية تبع الببجي. شباب شو هاي المصطلحات؟ شو خلفاً ومقلاية الببجي؟ لك ايه سمعانة فيها بس ما بعمري لعبتها، أصلاً أنا ما بفهم شي بالإنترنت ووسائل التواصل، الله يكفينا شرهم. الحرب الثالثة هي حرب الإنترنت والمواقع الاجتماعية، وفي هذا المجال حتى الآن للطرف الآخر اليد العليا، لأنهم يتمكنوا من تسويق أفكار
ليس لامتلاكهم التكنولوجيا، ولكن لأننا أحيانا نكون أقل حذر في التعامل مع المعلومات التي تأتينا. بس سمعتوا شو حكى؟ لك أول مرة بيعترف بخسارته بشغلة، قال جماعة السوشيال ميديا لهم اليد العليا، خلي هدول جماعة برامجكم الساخرة شو بتفيد؟ خليهم يسمعوا. شو نحن هوا؟ قديش صلى الثورة مبلشة؟ قديش صلى الثورة مبلشة؟ لك هي أول مرة، أول مرة سياتو بيعترف إنه خسر معنا بمعركة. لك هي اللحظة لازم الكل يحتفل فيها، كل اللي بيأمنوا إنه السوشيال ميديا ممكن تأثر تعمل تغيير. شباب، عشا الكل على حسابي، اللي هتف ببداية البرنامج واللي ما هتف كله عشا على حسابي. أخيراً تصرنا على السيد الرئيس بشي قصة، بس هو شكله أخذ الموضوع شخصي شوي. يا علي،